وتعامل من قديم إلى الآن، حتى أن الدكتور عبد الله النفيسي وغيره، وخاصة هذا الرجل وهو معلوم سياسي محنك، زار إيران ولم يجد للأسف للمسلمين لا محلات ولا مساجد ولا شيء على أرض الواقع على هذا، وهو تحدث في هذا الأمر يعني. فبينما وجد اليهود وجد النصارى وجد كل شيء لهم يعني ما يريدون، ولهم ما يحتاجونه مثل الإيرانيين اللي يعني، وهم طبعا على شك أنهم يهود، في حين لا يجد أهل السنة، وأهل السنة يقمعون من حين لآخر، وبمجرد أن يسمي أحدهم أبو بكر أو عمر أو عائشة، يعني حقيقة هؤلاء يرفعون شعارات ليهمون بها أهل السنة، لأن الذين يمثلون الإسلام الصحيح بقطع النظر عن كثير من التطبيقات غير موجودة، لكن كمنهج وكعقيدة هم أهل السنة الذين يمثلون الإسلام الصحيح. ولذلك الغربيون على اختلاف ميلالهم ورحالهم يعلمون علما كبيرا بأن إيران أو الشيعة الرافضة لا تمثل الإسلام الصحيح، لذلك هم يسعون لدعمها حتى تعطي الإسلام الغير صحيح. نعم. وصورة سيشاهدها الجميع هذه الليلة أو غدا بخصوص يوم عاشورة، اللي هم يحقدون فيه على الصحابة، وهم الذين قتلوا، الموضوع ليس موضوعا ولكن كإشارة ربط مع الموضوع، بأن الحسين قتل، هو قتل هذا اليوم، هم الذين قتلوه، ثم بعد ذلك أرادوا أن يكفروا عن أنفسهم بمسمى جماعة التوابين من ذلك الوقت يعني، وهم الآن يضربون ويلطمون. فالباحثون والقادة في الغرب بصفة عامة يساعدهم هذه الصورة التي تعطي ضرب الرؤوس والجباه والدماء تسيل، لأنها تعطي صورة مشوهة فلا يذكر فيها اعتداء على حقوق الإنسان أو على حقوق الطفل.